يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم من الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن المرء بكل تفاصيله؟ فهناك رجل يؤمن باليوم الآخر لكنه ينكر وجود الحور العين، ويذكر أن الآيات الواردة فيها إنما يراد بها اللذة والنعيم التي يجدها المؤمن في الجنة. من جحد شيئا من أمور الآخرة في الجنة أو في النار، من جحد شيئا أو حرفه وأوله غير تأويله فإنه كافر، نسأل الله العافية. والقرآن لا يفسر بالرأي ولا بالفكر، إنما يفسر بوجوه التفسير الصحيحة المنصوص عليها. فسر القرآن بالقرآن، أو يفسر بالسنة، أو يفسر بتفسير الصحابة، أو بتفسير التابعين، أو باللغة التي نزل بها، ولا يفسر بالفكر أو يفسر بالرأي. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب. فلا يفسر القرآن إلا بطرق التفسير المعروفة، ما كل يفسر القرآن على هواه وعلى فهمه وعلى. وأعظم من هذا إذا جحد بعض ما في القرآن وأنكره وأوله بغير معنى وقال على الله بغير علم. نعم.